حياك الله سلطان، حياكم الله مشاهدينا الكرام في فقرة المواجهة، والتي أستضيف بها تميم بن ناصر المهيدب مستشار المشارك إبراهيم المهيدب، وكذلك يرافقني الخبير في قطاع الإبل مطلق بن عيج. حياكم الله جميعا. وقاك الله، الله يطول عمرك. في هالأجواء الجميلة استمتعنا في شوط الشقح اليوم والحمر، كيف مشاركتك وكيف شفت الشوط اليوم يا مهيدب؟ الحمد لله مشاركة طيبة ومنافسة قوية جدا. حلال اليوم ما شاء الله تبارك الله امتقاض من كله، الله يعين اللجنة اليوم. هذا اللي نقول قد عيج، اكيد لك محاور بتناقش فيها ابو ناصر، وش الجديد عندك؟ بداية انا اصب عليك واصب على السادة المشاهدين واصب على اخوي نور السرور ابو ناصر، واحيي فيه شجاعة للظهور في المواجهة المرة الثانية. طال عمرك طويل. وانا اعتبرها شجاعة في المشارك والله، حتى في الوكيل، انه اواجه الجمهور واواجه المحللين. فرديات الجيل اليوم، وش هي الفرديه اللي انت تراهن عليها في هالشوط؟ والله ثلاث كلها راهن عليها، ما دخلتها لما راهن عليها. لا اتوقع ان في رجال بيدخل له فرديه الشوط المجرد زياده عدد، اشك انه يراهن عليها. لا جميع المشاركين اليوم، في اللي دخل 10 لا شك اللي دخل 10 يراهن عليها من اول واحده لاخر واحده. صحيح. سي انا تقرب لها مركز. صحيح. اي لو تنافس متفاوت جدا كان ما راح تلقى واحد مدخل له 10 فرديات. لا شك ال10 اللي دخلت اليوم مع اخوي هادي العمور باسم دبوس الدبوس كلها مراهن عليها انها تاخذ مراكز، واللي دخلت مع اخوي رثوان بن مداح ما شاء الله تبارك الله كلها مؤهله انها تنافس بقوه في الشوط وتاخذ لها مراكز، واللي دخلت مع المهيد بيضا. طيب كتامه تشوف انها مثلا تبي تخشر اليوم؟ تامه تنافس بقوه. ايه الله هذا اللي اشوفه، وجهه نظري انا طبعا. طيب ابو ناصر، انا شفت ان يعني في الفرديات اللي انت حضرت بها كلها باتليات، صحيح الشيء؟ صحيح. طيب انت تشوف ان الباتليه اقوى يعني من السلالات الثانيه في الفردي؟ لا، الباتليه تفوقت في بعض الامور، في كبر الراس والعظم والرهاوه. هذا اللي خلت تفوق على بعض السلالات، لكن السلالات الثانيه في سلالات كثيره تفوقت في تناسق المطيه. هذه المرحله اللي ما بعد وصلها الباتليه الان، اللي هو التناسق. تجيك مطية متناسقة من العرقوبة إلى خشمها، هاي تجدها في السلالات الثانية قليل جدا ما تجدها في الباتلي. أي سلالة يعني تجدها فيها؟ غالبيا تجدها في الهدب، في رمان، حيلان. لكن الهدب ورمان أعتقد أن التناسق فيه دائما يكون قوي. طيب أنت تستهدف النخبة؟ لا شك أكيد. السنة هذه ولا مستقبلا؟ والله إن شاء الله بإذن الله، أن السنة هذه حاضرين بإذن الله. وش خططك في للسيطرة مثلا في شوط الشقح بالذات؟ هل عندك يعني خطط مثلا؟ والله أنا ما شاء الله تبارك الرحمن أنتم شريتوا منقيات كاملة. صحيح. يعني تسعى خطوة ثانية مثلا أنك تشتري منقية كاملة مثلا وتاخذ منها ثلاث أربع وتحطها مثلا نخبة؟ والله تبي تحرص أنك تنتقي مثلا؟ لا شوف، هو بشكل عام الواحد حتى المشتريات السابقة لا شك أن كان الموضوع فيه انتقاء، ما في شك. واحد ما يجي بس يضف الحلال طال عمرك ويمشي. لا اكيد انك انت تختار وش المنقية اللي انت تشتريها. لما الواحد يشتري اي منقية معناتها ضايع، لكن لما ينتقي لمنقية معينة اما تكون منافسة قوية على المركز الاول ولها انجازات، انظر حتى تاريخ المنقية، صح، تاريخ التجديد اللي صار فيها من تعزيز وغيره، هذا كله نقطة مهمة جدا في المشترى لك انت. فاحنا في نهاية الامر يوم جمعنا المنقيات هذه ما جمعناها من باب بس اجمع اللي فازت وخلاص، لا اكيد اللي نظره في بعض العينات اللي موجوده في هذه المنقيات اللي تخدمني في شوط النخبه مثلا في اشواط الفردي، وايضا اخذ نقوه كل منقيه واحطها طال عمرك منقيه واحده واجبر فيها بتناسق البل قوتها ضربها انه يكون صدرها مثل عرقوبه كلها، يعني لا دخل فيها طال عمرك. عينت عرقوب البل، ارقب اللي معي الحين يدخل في صدور منقية ثانية غير قصور فيها، وهذا لا شك ما جاء الا من تعب، يعني ما جاء طال عمرك من سهولة، لا احنا جمعنا منقيات كلها محقة مراكز وكلها طال عمرك تنافس بقوة كل سنة، فلما جمعها كلها في منقية واحدة تكون قوة ضاربة جدا. طيب في النادي يستحدث شوط اشتاد. صحيح.
هل انت تحرص انك تملك لك منقية اساسية مثلا ومنقية رديفة؟ موجود عندي. وتستهدف الشتات في النسخ القادمة مثلا؟ ممكن ان شاء الله النسخ القادمة اي، لكن النسخة هذه ما استهدفتها لان عندي هدف معين، لما تحط لك اكثر من هدف في نسخة واحدة ممكن تضيع. لكن لو صار عندك هدف معين تبي تحققه حققه، بعدين اخذ الخطوة الثانية اللي اكبر منها. انا حي فيك ابو ناصر تجاوبك معنا و جعل عمرك طويل، اجاباتك الشفافه جعل عمرك طويل، واتمنى لك التوفيق. الله يطول عمرك، وانا احب اشكر جميع القائمين على النادي هنا، ما شاء الله تبارك الله السنه هذه تطور ملحوظ كبير، تغيير كبير حتى على المستوى الاعلامي ما شاء الله تبارك الله. وايضا احيي منافسين اهل الشقح كلهم. ابو ناصر الله يبيض وجيهم. ابو ناصر انت تقول قبل الهواء تقول الشقحه ما عاد نقدر نلقى الفارقه مره، يعني قليل زين الشقحه. هذا اللي يميز الشقحه عن الدلوان الثانيه، انها قليله جدا ونادره، واللي ينتخ ناده الشقحه مثل اللي تخلط طال عمرك رمز. يا سلام، سمعتني؟ انا الشقحه نادرتها رمز تعتبر. انا بعقب بس على كلام ابو ناصر، القائمين على المهرجان وجميع الاخوان اللي معنا سواء في حتى في على البوابات، جميعهم يسعون لنجاح هذا المهرجان، وانتم الملاك شركاء في هذا النجاح. والله شوف انا بحبث اللي بعده لو سمحت لي، بس حتى اللي موجودين على البوابات يعلم الله ما وجدنا منهم الا كل استقبال رحب. انا في مسلكه الجل صار عندي تاخر بعض الاوراق، تقدروني ودخلوا حلالي ودخلوني انا طال عمرك عند البوابه، طبعا ما دخل داخل، انتظروني لخلص خلص اوراقي واضيفونا، واستقبال صراحه اكثر من رائع. يعني أتأكد السنه هذه انا عندي، انا شاركت السنه النسخه اللي قبل وفيهم الخير والبركه، والسنه هذه رايت تغيير كبير جدا وجذري، لا على مستوى التنظيمي، لا على مستوى الاعلامي، لا على مستوى اللجان، لا على مستوى امور واجد. الله يوفق الجميع. الله يعطيك العافيه. احنا ساعين جاهدين على نجاح هذا المهرجان، والحمد لله حقق نجاحات ان شاء الله كبيره. الله. تميم بن ناصر المهيدب، شكرا لك معنا اليوم، كنت في فقره مواجهه. طبعا شكرا لك مطلق دعيج الخبير في قطاع الابل. سلطان، طبعا هذه فقره مواجهه ناقشنا فيها مواضيع كثيره، نعود لك سلطان بالصوت والصوره.